ليس منطق من يريد الحق لأجل الحق، بغض النظر عن مبررات كثيرة جدا جدا، يأتونك مباشرة بألف إيه؟ بألف منطق يفوح بالذرائعية، والذرائعية انتهازية مباشرة. يمكن أن نعادل بين الذرائعية والانتهازية تماما، بمعنى أن هذه الحقيقة وتنوير هذه الحقيقة في ظرف آخر لو خدم مصلحتنا فيا حي هلا بالتنوير، يا سلام. والآن ليذبح التنوير وبذبحه تذبح الحقائق. ألا لعنة الله على الذرائعية، لعنة الله على الانتهازية. ولذلك هذه الانتهازية توقعهم في تناقض ذاتي، يكفرون ببعض ما آمنوا به، يكفرون ببعض مبادئهم. أكثر من ثلة من إخواني العلماء المفكرين، أكثر من ثلة راسلوني وراسلتهم وهاتفوني وهاتفتهم وجلسوني وجلستهم، يدعون إلى أن يعم الإسلام على الأرض وأن يحكم الإسلام العظيم السمح المقسط العادل المنير هذه الأمة، خطوة على طريق إن شاء الله أن ترحم به الدنيا كلها. طيب، لكن إن تطرقت إلى قضية معينة فيها بعض مقدساتهم الزائفة قال لك لا ما في مشكلة، ولنكن واضحين كقضية معاوية بن أبي سفيان، يا أخي لا بأس، نعرف أنه فعل وفعل وفعل، ولكنه كان حاكما عظيما، فتح الفتوح وضبط البلاد، يعني كان أشبه بقيصر بإمبراطور. مباشرة الحجة لا تخذلني، أقول لهم عجيب جدا أنتم تتناقضون هنا، هل تريدون مجرد حاكم عظيم حاكم قوي؟ جنكيز خان أفضل من معاويتكم ألف مرة، أعظم إمبراطور في التاريخ، بنى أوسع إمبراطورية على الإطلاق جنكيز خان. إذن هو أعظم من معاويتكم، إذن هو أعظم من إسلامنا، إذن هو أعظم من أهدافنا، والله يسقط في أيديهم مباشرة. ماذا تريدون؟ أقول لهم لا، الذي أريده وأبقى أوالي هو حكم على طراز حكم أبي بكر وعمر وعثمان نصف خلافته وعلي. لن أداهم في الحقائق، ليس عثمان كامل رضي الله عن عثمان، نصف خلافته، النصف الآخر لا يرضيني، كما لم يرضي الأمة ولم يرضي الصحابة الذين خذلوه. لنكن واضحين، إياكم والنفاق في الحقائق، إياكم أن تغالطوا أنفسكم في الحقائق، لأننا مسؤولون بين يدي الله عن كل ما نفوه والله العظيم وعن كل ما نقول. ليست لعبا المسألة، ما هذا التعتيم؟ لماذا تعتمون؟ لماذا تكرهون؟ تعرفون لماذا؟ لأن التنوير يحرر، عجيب، والتعتيم يستعبد، والاستعباد أفضل لهم. تعرفون لماذا؟ سأختم بهذا المعنى ثم أمضي إلى تقزيم سورة الله في المعتقد، تخفيض سورة الله في معتقدنا.